الأخلاق والأخلاق المحبوب مع أرناندوس برايل الثاني. نرحب بقدساتكم في فيينا وباسم القداس بابا بطرس الثاني نهنئ قدساتكم على هذه المسؤولية الكبيرة ونهنئ مرة ثانية على هذه الكنيسة العظيمة الكبيرة. نهنئ سيدنا بتنشيد مبارك لهذه الكنيسة بافتتاح مبارك. ونسعد ايضا يا سيدنا بحضوركم في هذه الكنيسه وايضا في كنيستنا القبطيه. يكون لنا كثير الشرف والبركه ان تباركنا وتبارك اولادك في كل مكان. اوصاني قداسه البابا بولوس الثاني بنقل تحياتي ومحبتي لقدساتكم الكبيرة وأيضا أن تباركوا في مصر في أقرب وقت إن شاء الله. سيدنا ربما لا يعرف كثيرون منكم أن قداسة البطريرك المحبوب كان في مصر عدة سنوات أيضا أرض مصر ودرس في الكلية الإسلامية في مصر كما أيضا قداسة بابا بولوس الثاني. نشكر الله على هذه العلاقات الجميلة بين الكنيستين، كنيستنا القبطية والكنيسة السريانية أيضا الكنيسة الأرمنية والأثيوبية والإريترية، ولكن بصفة خاصة نشكر الله من أجل متانة هذه العلاقة بين الكنيستين السريانية والقبطية. هي علاقة عمرها حوالي 2000 سنة، امتدت عبر 2000 سنة، وأيضا تمكنت بعلاقة مباركة. ربما وجد في بعض الأوقات بعض الاختلاف في الآراء، ولكن لم يوجد قط انشقاق أو انقسام بين الكنيستين. نشكر الله على هذه المحبة العظيمة، وأود أيضا يا سيدنا أستكم تعرف أكيد إن الثلاث بطريق الأطباط كانوا سريان وبركة كنيستنا وأطريق ربما يكون أشهرهم هو البابا إبراهام ابن زرعة، وهو السرياني القديس رجل مبروك وقديس عظيم. كان في أيامي أن نقل صلواتي وبركاتي جبل المقدم وتثبتت الكنيسه القبطيه في هذا الزمان بقوه وبركه هذا القديس العظيم. نشكر الله يا سيدنا ونشكر الشعب السورياني على هذه العلاقات العظيمه المتينه، ونتمنى دوام النجاح ودوام متانه هذه العلاقات في كل مكان نذهب اليه نحمل معنا هذه المحبه العظيمه. أود أيضا بصفة خاصة في النمسا أشكر نيابة المكرم المحبوب ماركينيسيوس عيسى، أخ محبوب وشريك لنا في هذه الخدمة المقدسة. نشكر أيضا البر بسكوبس عايدين، استقبلنا في النمسا منذ المجيء إلى هذه البلد وساعدنا كثيرا وعمل أيضا على تقديم هذه العلاقات الجميلة. أحب أيضا الآباء الكهنة الخوري سامي والخوري توماس. أود أيضا أن أشكر نيابة المكرم مادة روهم، هو درس عندنا في الكليرية الكلية الكليرية قداسة بابا شنودة في النمسا، وأيضا علاقتنا جميلة وترتبطنا به علاقة محبة في هذا البلد الجميل. سيدنا الحبيب النمسا تباركت دور قداساتكم، وأيضا نطلب جميعا من اجل الكنيسه السريانيه في كل مكان في سوريا والعراق ولبنان في كل مكان السلام، وان يعطي الله تعويضا لهذا الشعب وان يسدده في محنته في هذه الظروف خاصه. نطلب ايضا نياحه لكل الشهداء الذين سفكوا دماءهم من اجل اسم المسيح في الكنيسه السريانيه وكل الكنائس. نطلب يا سيدنا لمؤمن الكنيسه السريانيه في هذا البلد
الجميل الذي هو النمسا، ونطلب صلوات قداستكم للكنيسة القبطية في كل مكان ولضعفنا. شكرا سيدي. Herr Kirchenrat Albrecht Hauser.